السلام عليكم. السلام ومرحبا بكم. زهير الرياحي ذا إعاقة بصرية. كما قاعدين تشاهدوا في لهنا نتو في نهج أثينا تونس في حانوت إلكتروفورس وتحيل لكل الأولاد والخيال العاملين اللي منحوني فرصة كبيرة على قليلة باش نجمت نزيد نكون في قدراتي ومهاراتي. كنت أهم حاجة نسمع الراديو ومنه أن نكون شخصيتي، فالراديو هذاك ما اكتفيتش بالاستماع ليه، فحبيت نكتشف شنية بداخله. من غاديك بديت يزوري نفهم في الأشياء نوعا ما. حتى التسع سنوات وأنا في المدرسة كنت نسمع في الأخبار الرياضة في الإذاعة، وكانوا أصدقائي يعني نهارت لحد يتعبوني برشا. زهير الراديو متاعي تكسر باش نسمع المونجي النصري وعبد الحميد رقاز وغيرهم، قيس رقاز وغيرهم الأسماء الرياضية. زهير شوف لي حل في الراديو متاعي، رو ما عادش يمشي بالقوية، رو ما يمشي الجملة، رو طاح لي البارح من الفرش تكسر. دونك كنت نلقى الحلول نسبيا في بعض الأحيان، أو خيط تقطع أو كذا.